العمال في الشارع ليه؟ العمال في الشارع ليه؟ مش لاقيه ولا حتى جنيه، مش لاقيه ولا حتى جنيه. العمال في الشارع ليه؟ العمال في الشارع ليه؟ مش لاقيه ولا حتى جنيه، مش لاقيه ولا حتى جنيه. طلع عبد العزيز الحجازي عامل مدير شركه عمال، شركه مشروعات صناعيه والهندسيه، مش فني تاني. احنا بقالنا 6 شهور ما قبضناش مرتبات. رئيس مجلس الاداره بيتعنى وزاد وغطى كمان، اللي هو عايز يخصم من مرتبنا اكتر من ثلاث ارباع. يعني انا راجل بقبض 1600، بقالي 25 سنه شغال، اجي اخد في الاخر 400 جنيه لو عاجبك. فبقول لك انا فوق القانون وفوق السيسي وفوق كل الدنيا كلها. مطالبنا ان احنا نقبض مرتبنا لمده 6 شهور، ماشي؟ حل رئيس مجلس الاداره ده دلوقتي الملف بتاعه في النائب، عند النائب العام. ملف التحقيق بتاعه عند طالب، طالبين من النائب العام، النائب المختار، نائب الشعب، سرعه التحقيق في المحضر، في المحاضر اللي عليه. مجلس الاداره حرامي، محمود حجازي رئيس الشركه الكابتن حرامي، عالم كله حرامي. ليه؟ ودي على طول يا صعيدي، ودي فين بعد كده احنا؟ اللي خايف يقول انا خايف. انا خلاص انا مستعد اخش على اي محاضر يقول لي اخد ازاي؟ بطلب حاجه واحده بعد ربنا سبحانه وتعالى، مقابله رئيس السيسي. لازم يقابل العمال دي عشان هو الوحيد اللي هيحل المشكله. غير السيسي محدش هيحلها، ولا رئيس وزراء هيحل، ولا وزير عمل هيحل، ولا جنس حد. مش عايزنا نعيش لا في البلد دي، خلينا نسافر في اي بلد تاني ونعيش فيها.